السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج ميكرو سبور. اليوم من بعد التاهل ديال المنتخب المغربي البارح امام الكوت ديفوار، خرجنا نشوفوا كيفاش رد الفعل ديال المواطن المغربي. بقوا معنا. عاودوا لي كيفاش جاكم الماتش البارح. هو الماتش كي جانا بحال قلتي شي واحد كان سالت في الطوبيس وطلعوا الكونترولا وتحل الباب وهربوا، ما خلصوش وهربوا وصلوا. لا تبارك الله عليهم عجبوني، كانت الروح القتاليه، كانت بالك حب الوطن بزاف الدراري بالاخص بوصوفه منين بكى راه بزاف راه الله المستعان بكونا حتى حنايا وفرحونا، وهاد الفرحه هذه كانت خاصنا من شحال هذه. وتبارك الله عليهم من هذا المنبر هذا تنقول لهم تبارك الله عليهم، تنقول لهم مسيره موفقه والله يوفق لهم. Bonjour monsieur. Vous pouvez m'expliquer comment vous avez trouvé le match hier? Hier? Bon, en tout cas, j'ai trouvé ça un peu super. Super. En tout cas, bon, les joueurs se sont battus. Bon, ceux qui se sont battus, en tout cas, ils ont eu la victoire et puis bon, c'est tout. Et les joueurs marocains? Bon, les joueurs marocains, ils ont bien joué. Ils ont bien joué, ils ont défendu leur patrie. C'est comme ça. C'est comme ça le jeu. Ouais. Vous êtes un Africain? Oui, je suis Ivoirien. Ivoirien? Oui. Ah, c'est parfait, ça m'a fait plaisir. Ok, je suis Ivoirien. En tout cas, les deux se sont battus. Vous pouvez me dire quelque chose en arabe? En arabe, non, je ne comprends pas l'arabe. Manger, non. Jouer, non. Leba sahbi. Leba. Jouer, ça veut dire leba sahbi. Leba sahbi. Leba sahbi. Leba. Leba kora sahbi. Leba kora sahbi. Bravo. Maghreb, le barah. ديك اللعيبه ديال مامادو ناضو المغرب عاوتاني ناضو ولكن شنو هو الميساج الزوين؟ هو اسود تنتهموا الافيال. الحمد لله اسود عوده من جديد، حاجه باينه. الحمد لله حنا راضين عليهم مادام هذا الماتش اللي داروا مزيان. كونديسيون فيزيك الحمد لله اول مره تنشوفوها في المغرب. الجينيراسيون ديالنا مزيانه، لعبوا مزيان، لعبوا نفس، لعبوا مزيان. دريت فرحانين من الداخل وحق الرب وحق الله مع البيت، بقيت تابع بعيني تزيد ضربت البلاف قسما بالله العلي العظيم والله حتى ضربته براسي بوق وما حسيتش بالضربه لحقاش فرحه من الداخل من الداخل وحق الرب. نوطه بغينا شي نوطه، خاصهم يكملوا معنا ماشي يلعبوا شويه ويبكيونا في الاخر وهادي، فهمتيني؟ بغيناهم يفرحونا بالعربيه والروينه تنوط، وهذه هي البدايه ان شاء الله وباقي مازال 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 يزيد في الاداء ديالو ماشي كيف لعب البارح تبان بحال شي واحد اماتور. الماتش فرجنا في الماتش. بخرتي قبل ما يبدا الماتش؟ بخرنا قبل ما يبدا الماتش. وكيفاش هكذاك؟ الله ينصر سيدنا والله يحفظ الحباب الجميع. مبروك للمغرب. الحمد لله والشكر لله، الله يطول العمر الجميع. هي علاش لا قال لي بخر وربي يسخر لنا. بسم الله والحمد لله. مبروك علينا هذه البداية مازال مبروك علينا هذه البداية مازال. كيف ما شفتوا مشاهدينا من بعد 13 عام ديال الانتظار، المغاربة كاملين والمواطنين كاملين فرحانين بالتأهل المنتخب المغربي، وهذه تحية لكاع المواطنين والفريق المنتخب الوطني المغربي. مبروك عليكم ونتمنى ان المنتخب ديالنا يزيد لقدام. تحياتي لكم من شوف تيفي.